في هذه الولاية التاريخية التي ارتوت تربطها بدماء الشهداء. نخاطبكم حسا منا على المصلحة الوطنية العليا، وإيمانا منا بسمو الجوهر الوطني على الاعتبارات الشخصية والجهوية، وانطلاقا مما تبليه علينا ضمائرنا الحية تجاه جزائر الشهداء، ويقينا منا بالأثر المدمر للفساد الإداري والمالي على هذا الوطن الغالي. استشهادا بقول الزعيم بومدي رحمه الله، لقد أثبتت التجارب الإنسانية أن الروابط سواء كانت جغرافية أو وطنية أو دينية تلاشت تحت ضربات معاول الفقر والجهل والتعسف والطغيان. انخراطا منا في مسار البناء وفق خارطة التي ترسمها رئيس الجمهورية الهادفة لبناء الجزائر الجديدة، واشتكاف شهفة الفساد والمفسدين، نرفع لكم نحن الشباب وبطل ويبلا لاحظ مطالبنا الواضحة والمحددة والمستمدة من نضالنا الممتد لسنوات ليستحمل التشغيل بالولاية والمرفوع عند أبواب الوالي وفي الإعلام الموازي منذ 37 أسبوعا دون تلقي أدنى استجابة من السلطات الولائية. أولا، فتح تحقيق بكيفية تسير فرع ولاية التشغيل بولاية ورقلة بشكل عام، بدءا بمباشرة تحقيق مع رئيس فرع ولاية التشغيل بما أنه المسؤول الأول عن الفساد واسمه مطلوب بجل التجاوزات والخروقات في الملف، ناهيك عن غيابه عن مكتبه منذ تفصيله، محاسبته وتعويض باحة كفاءة ورقلة على رسم مطالبنا. فتح تحقيق بكيفية تسير كل الملحقات المحلية التشغيل، وخاصة ما يتعلق برؤساء الملحقات الذين يفتقرون للمستوى والمؤهل، والتحقيق بطريق تنصيبهم التي شابها الغموض وحامت حولها الشكوك، إضافة لتلاعبهم بعروض العمل. فتح تحقيق في مصلحة عروض ومصلحة الإدارة والمالية بفرع ولاية التشغيل، وضع حد لحالة التلاعب وغياب شفافية في طريقة التسهيل في طريقة التسجيل ونشر العروض والالتزام بالمدة القانونية التي يحددها المشروع الوزاري المشترك. فتح تحقيق في مصلحة يد العاملة الأجنبية بمديري التشغيل، خاصة ما يتعلق باستقلال المنصب والتورط في التلاعب بمتاجر مناصب العمل. فتح تحقيق في مفتشية العمل كجهاز رقابي غائب عن أداء أدواره الرقابية ومتواطع مع الشركات الناشطة على تراب الولاية. فتح تحقيق مع العصابة التي بسطت هيمنتها على ملف التشغيل تحت منطق النفوذ والمال والسلطة واستغلال المنصب وأهم رؤوسها بعض مسؤولي مندوبية الأمن بمقر الولاية، بعض البرلمانيين السابقين خاصة وأن منهم بارونات تقود عصابة تخلات الإنم، بعض النقابيين الفاسدين الذين يشكلون مافيا عاثت فسادا بالأرض وساهمت في تعفن ملف التشغيل. أدرع العصابة بلجنة التشغيل بمجلس الشعب الولائي تثبيت المشروع الوزاري المشترك الخاص بإتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيزها عن طريق التمهيد في ولاية الجنوب. فتح تحقيق في ملفات وسيط خاصة ملف التحويلات حيث يتم توظيف أشخاص من خارج الولاية محسوبين على شباب ورقلة، مع وجوب أن يشمل التحقيق شبابيك استخراج بطاقة إقامة عبر بلدية الولاية وما يشوبها من خروقات مما يحتم استبدال بطاقة إقامة في ملف وسيط بشهادة الإقامة المصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للتحد أو التقليل من التجاوزات الحاصلة. ربط نظام الوسيط بنظام الصندوق الوطني للعمال الأجراء كناس حتى يتم تحقيق آليين من قوائم بطلين وكذا المؤمنين الجدد في الشركات كل شهر لكشف أي تلاعب. نطالب بإنشاء جهاز رقابي مستقل لمراقبة آلية التشغيل بالولاية والسهر على متابعة قوائم المؤمنين الجدد كناس والتحقيق في الخروقات على مستوى الشركات، إلغاء كافة الشروط المشرفة والتعجيزية المتعلقة بالسن والمستوى والخبرة. فتح تحقيق في عملية التوظيف خلال جائحة كورونا حيث تم التلاعب بعديد من العروض عمل التسطر عليها والاستيلاء على المراصد. مطالبة السلطات والشركات الوطنية باستحداث عدد هام من المناصب الموجهة لشباب الولاية والذين تم التحايل عليه في العروض السابقة بحجج واهية تتعلق بعدم توفر الكفاءة والمؤهل، رغم أن جامعة ورقلة تحت تأتي بجامعات على المستوى الوطني حسب عدة مؤشرات تصنيف دولية، مما يطرح على التساؤل حول شبابية عملية الانتقاء ونزاهتها. عطفا على المطلب السابق، نطالب بفتح تحقيق في عروض الشركات الوطنية التي تم التسطر عليها والاستيلاء على مناصبها، نشر قوائم الناجحين في الشركات الوطنية في أجالها المعقولة وبكل شفافية بعيدا عن المماطلات المقصودة وغير المبررة. فتح تحقيق في عروض الشركات الوطنية الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنها عرفت تلاعبات وتجاوزات خطيرة. تطبيق أولوية التوظيف أبناء المنطقة حيث أن 70% من شباب الولاية ما تزال حمل على ورق. فتح تحقيق في طريقة توظيف الشركات الأجنبية خاصة وأن العروض الخاصة بها لا تنشر ويتم التستر عليها. وإذ نؤكد هنا أن هذه المطالب لا رجعة فيها، فإننا نجدد التزامنا بحقنا في التظاهر السلمي ونضالنا في سبيل تحقيقها بكل الطرق المكفولة قانونا حتى تحقيقها كاملة غير منقوصة. عاشت التجارب شامخة رغم كيد الأعداء، المشكور خلود الشهداء إلى الأبراج.
ساميدون. جماعة هذه المطالب راح تكون نسخ لكل الإعلاميين، نسخ لوالي الولاية، نسخ للسلطات المركزية. ونأكدكم على حاجة واحدة، إذا شفتوا المطالب تلبان هاي الملفات ياسر تسمى فينا. جماعة وحدتنا كما راها اليوم بعد السمانة الجاية ناس حابسين حتى نشوفوا المطالب تلبان. الله أكبر.